السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بأطيب متتابعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة. يوم جديد وفيديو جديد، واليوم إن شاء الله بحول الله وبقدرته بغيت نشارك معكم غداية. شحال هذه اختكم ما دارت واحد القصريه ديال المدهوسه. هو بيني وبينكم ما كنقدروش نديروها حنايا في ايامات الصهد. دابا ملي هاد الايام بدا كيبرد الحال وبدا الجو شويه كيبرد، تفكرتها وقلت شحال هذه ما درتها غادي نديرها. واليوم ان شاء الله غادي نديرها انا بالحمام. نتوما اللي عندكم اما دجاج بلدي اما دجاج العادي، كله والمقدور ديالو وكله اللي عنده. غنديرها ان شاء الله بالتريد. عمري ما درتها معكم بالتريد، درتها معكم شي جوج مرات ولا ثلاثه بالحرشه مدهوسه، درتها معكم غرباويه حسناويه. اليوم ان شاء الله غادي نديرها معكم بالحمام وبالتريد. غنوريكم واحد الطريقه سهله، اي مبتدئه عمرها ما دارت التريد غينجح ليها ويجيها الساهل في يديها. لانني دائما انا كنقول لكم كنحط رقم واحد هما المبتدئات، كنراعي ليهم وكنعطيهم داكشي مبسط وسهل مع شرح كذلك مفصل. هنايا عندي قلنا ثلاثه ديال الحمامات اللي منقيين مزيان ومغسولين، عندي ربطه ديال القزبر ومعدنوس، هنا عندي جوج بصلات ها هما اللي غنقطعهم شرائح، هنا عندي في التوابل الملحه سكنجبير الخرقوم البلدي البزار، وملي كنقولوا مدهوسه كنقولوا هذا المساخن او راس الحانوت كله شنو كيدير كيقول ليها. ضروري يا بنات لانهم زوينين، واللي مثلا حامله ما ديرهمش تفاداهم ما تاكلهمش. عندي واحد الكركوبه صغيره كامله هكا ديال راس الثومه، المهم تاكدوا بانها مغسوله مزيان. وكذلك ملي كنقولوا مدهوسه كنقولوا السمن، عندي معلقه صغيره عامره بالسمن وعندي الزيت. غادي نبدا على بركه الله غادي نشرمل هاد الحمام. نسيت ما ديوش عليا، هنا عندي شويه ديال العدس اللي ها هو مرطباه، انا ما كنكثرش بزاف وكل يدير حسب الرغبه ديالو، كاين اللي كيدير كاس كاين اللي كيدير نص كاس، انا درت شويه ها هو مرطباه في الماء. وكذلك عندي واحد شي شويه ديال الحلبه ما غنديرها مع الحمام، انا كتعجبني نرميها هكا في الكوكوت وتطلق داك اللوغو ديالها، ما كنبغيش نديرها في كموسه. كله هو اللي بغى يديرها في كموسه، غير انا ما كثرتش كتعرفوا دابا على حساب غير الوليدات كيقراو ويمشيو للمدرسه وداكشي، ما بغيتش نكثر منها حيت عارفين انها كدير الريحه. غنبداو على بركه الله. هنايا غادي ندير معلقه وافيه ديال السكنجبير، ها هو كتعرفوا مدهوسه كتبغي شويه سكنجبير وكتبغي شويه الزعمون عطريه. عندي هنايا الخرقوم البلدي كذلك البزهار، وكتبغي تجي شويه حويره باش كتسكن، علاش كنقولوا راه ديال البرد. هنا عندي شويه ديال راس الحانوت وغنخلي هاد شويه غنقول لكم علاش. عندي الملحه بطبيعه الحال، غادي ندير داك المعلقه ديال السمن، غادي ندير واحد شي شويه ديال الماء باش نخلط هاد التوابل هادو غير شويه، وغادي نشرمل بهم الحمام غنحكو مزيان. هنايا غادي ناخذ هاد البصيله هادي وغادي نقطعها كلها البنات شنايف بحال هكا بسم الله كامله. هانتوما البنات غادي ندير بعد ما قطعت البصله غادي ندير شويه ديال الزيت ها هي، وغادي ندير غنحرك هكا وصافي. غادي ندير ديك الربيطه هنايا، ودابا غادي نمشي نحطو فوق البوطه ونخلي حتى يتشحر ليا مزيان هاد الحمام وياخذ اللون. هذا البنات من بعد ما تقلات ليا هاد الحميمات ضروري شوفوا باش تجيكم المدهوسه بنينه وزوينه، ضروري ما تقليو البنات، قليو مزيان. هنا دابا من بعد ما تقلاو ليا انا ما عارفاش هاد الحميمات واش غيطيبوا ليا لا ولا خفتيين ولا عاصيين، لهذا ما غاديش نرمي العدس دابا، غادي نسد عليهم وغنخليهم حتى شويه ونحن نقلبهم، الى لقيتهم دخلهم الطياب غادي نرمي العدس، لقيتهم باقيين يعني عاصيين وكيطلبوا الوقت ما غنرميش حتى نقلبهم ولقاهم دخلهم الطياب، عادي ان شاء الله غادي نرمي العدس. هنا في هاد الوقت غادي نرمي هذيك الحلبه اللي كتعجبني الحلبه البنات، راه مدهوسه قلت لكم هي الحلبه والمساخن لان كيعطي واحد لوكو زوين غير هو ما كنكثرش. ضروري البنات تمرقوا بالمطايب، انا هنا راه كنت دايره غلاي كيسخن ها هو، غنمرق به والمرق البلول الكافي اللي يكفيكم صافي. وملي ديروا الزيت زعموا الزيت شي شويه، ما ديروش غير شويه لان انا كنديروا المرق بزاف باش يجي شويه يجي بنين، ما يجيش غير الماء والزغاريت كما كنقولوا. صافي بحال هكا. الثومه كذلك ما غاديش نضيفها دابا لان الثومه بسرعه كتهرى وكطيب بسرعه، غنخليها هي والعدس. دابا ذوقوا صحوا الذوق من الملح وسدوا عليها، دابا هادشي اللي غنسد عليها نخليها الدور ونمشي ان شاء الله للعجين. العجين درت زلافه ونص ديال الطحين فورس مع زلافه ديال الفينو، الملحه طبيعه الحال اللي تملح ليكم، والكميه ديال الدقيق كيرجع على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. هنا فين غنضيف هذاك شي شويه ديال المساخن اللي كنت قلت لكم خليتها لانني بغيت نسمها، اللي ما بغاتش تنسمها دير الملحه فقط ما غتزيد حتى شي اضافه غير الملحه وتعجن.
انا زدت هنا شويه ديال المسخن باش كيجيو هاد التريد كيجي من السمن، واللي بغا تزيد مثلا تضيف حتى شي شويه ديال السمن ديرو. انا ما بغيتش حيت درت كميه معقوله في المرق وعندي شويه مجهد ما بغيتش نقوي. صافي وغادي نخلط هكا ان شاء الله هاد الشيء، وغادي نعجن الماء. الا كان الصهد راه كنديروه غير من الروبيني، دابا الحال شويه راه بارد نهار مغيم، درتو شويه دافي يعني ماشي دافي سخون، دافي مايل للبروده. وغنعجن، ومعروف بان التريد كيبغي الدليكه البنات، ما تجريوش من الاول، من الاول يكون قاصح العجين، وانتيا قد ما كتعجنيها وهي كترخف. بسم الله على بركه الله. وغادي نبدا نعجن. بعد ما عجنتها مزيان مزيان هنا غادي نغطيها، غطيوها ترتاح غير واحد الخمسة دقائق ان شاء الله. بعد ما نغسل هاد المعينات هادو غادي نعطيكم واحد الطريقه بسيطه ابسط من البساطه، باش ان شاء الله غادي البنيتات الصغارات ينجح ليهم التريف ولو يديروه من اول مره. ورجعت معكم البنات، هنايا غناخذ واحد الزلافه غندير فيها غير شويه ديال الزيت، وحاطه واحد البلاطو حدايا، وغادي نجي للعجين ديالي. هنا بغيتكم تقرصوا العجين بكرات صغار، ضروري ثم ضروري يكونوا قد المشماشه. الا درتوهم كبار غادي توحلوا معاهم من بعد في التقراص، لان باقي غادي نطلقوهم رقاق وغادي يعذبوكم البنات بزاف بزاف وفي طيابهم. شوفوا قداش غنديروهم قد المشيميشه، هلك شوفوا شحال صغيره، شفتوها؟ هذا هو القياس اللي ديروه. هكا غادي تمشيو مع العجين ديالكم، ديروهم في نفس الحجم. انتم شوفوا شحال صغار. دابا غنمشي على هادشي كامل، ومن بعد غادي نغطيهم، ضروري تغطيهم بواحد البلاستيكه وتخليهم تيعطيو الطوع، لان الا تقرصوهم وهما هكا ما غاديش يتفردوا معاكم البنات. من بعد ما يعني طاعت عندي هاد الكرات، كندهن سطح العمل هكا بشويه ديال الزيت، وغنبدا من اول كره اللي شكلناها الاولى، وغادي نبدا على بركه الله. ما تكثروش الزيت بزاف البنات، غير المسيحه اللي كنهزو في يدينا في الاول فقط. وغادي نطلقوا هاد العجين، ها هي من بعد ما طاعت وارتاحت، شوفوا حتى عرفوا معجونه، شوفوا الفقاعات اللي فيها، هذا دليل انها مدلوكه مزيان. الفراح انا راده فوق البوطه كيسخن، نوريكم هذه الطريقه اللي غندير دابا هي السهله. صافي غنحاول نطلقوا رقيق، ما تخليوش غليظ البنات، وماشي لدرجه انه يتقطع، المهم تحسوا بان الورقه رقيقه حتى يبدا يبان لكم سطح العمل من تحتها. انتما شفتوا شحال رقيقه البنات، غنجيبها هنا وغادي نحطها بحال هكا. ماشي مهم الشكل ديالها، يعني ماشي مشكل انها تعوج ولا لا، ماشي مشكل. مباشره غنمشي نقرص الثانيه، نفس الشيء البنات، غنقرصها رقيقه بحال اللي درت مع الاولى. غادي نجي هنايا وغادي نقلبها هاك. دابا ملي قلبتها هذيك اللي قرصتها الثانيه غنهزها وغنحطها فوق هذه حتى تقلبوا هذه الاولى. ها انتما البنات بحال هكا، جبدوها بحال هكا، غير خاص يديكم تكون شويه خفيفه ونخليها طيب. نمشي ثاني نقرص الثالثه، وهكذا دائما العجين اللي كتكون جايه كتحط على الوجه اللي كيكون طايب، وهكذا انا غنبقى نحط وحده على وحده حتى ندير 10، الا غلبوكم نتوما ديروا غير 8. دابا هذه اللي غنجيبها غنحطها على هذا الوجه اللي غيكون طايب بحال هكا، ونطلق في الجناب باش دائما الوجه اللي كنحط عليه كيكون عندي كلشي طايب، ما كيكونش عندي شي حاجه عجينه. هنا حليت على الحميمات، لقيتهم يعني تبارك الله فتيتين، غظلمتهم كنت خايفه يكونوا شارفات. صافي غادي نرمي هنايا العدس ديالي، وغادي نرمي هذيك الكركوبه ديال الثومه، حيت خفت نديرهم من الاول ويمشي يهرى لي العدس والثومه وما غاديش نحصلهم. صافي دابا ان شاء الله غادي نذوق من الملحه، ومن بعد غنرجع نسد عليها ونخليها تكمل الطياب. هنا البنات الا جاكم الداخل شفتوه بانه ما طابش ليكم مزيان، شوفوا تبارك الله كيفاش كيتفردوا، شوف كلهم. شنو غديروا؟ غادي تحلوه، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوف الخصفون تنصبر على قبلكم تنصبر. ها انتم ما شاء الله كتحيد ورقه على اختها، هادو اللي كيكونوا برا كيكونوا طايبين. دابا غندويو غير على هاد الوسطاني اللي كيكونوا شي شويه، ديروا لهم بحال هكا. الا كنتو بحال دابا انا من نوع الزوج ديالي ما كيبغيوش يبقاو عجينه، كيبغيوهم يكونوا شويه طايبين. صافي غير هكا وكي متغفلوش عليهم بزاف، بقاو تقلبوهم هكا. ما شوفوا البنات، شوفوا يدي كتبان من اللور، ها انتم شفافين وناجح مليون في المية. اي مبتدئه ان شاء الله غير توكل على الله وتقول بسم الله غادي ينجحوا معاه. ها انت صافي ملي كيبانوا لكم انهم ما تغفلوش عليهم، لانهم غادي يقصاحوا، والا قصاحوا ما غيتلوموش لكم. في غير تنقلبهم هكا، انا دابا صافي راه ساليت بسرعه هكا تتساليو، كتبقاو ديروا وحده وتقلبوا وديروا وحده بسرعه كتسالي. انتم شو انا ما غفلتش عليهم على التقلاب،
باش ما يبقاوش عجينه بزاف بزاف، واللي كيبغيهم يبقاو بحال هكاك غير يلاه شامين ريحه الصهد يخليهم. صافي انا طفيت، الله يجعل شي بركه. انتما البنات ضروري ضروري انكم من بعد ما ساليت الكميه غادي تلويوها هكا في منديل وكتعاودوها في بلاستيكه ضروري باش يعرقوا. وهنا البنات كمرحلة ما قبل الأخيرة الأخيرة هي التسقية غادي نجبد هكا، دائما كنجبد وهذا كنرجع نغطيه، وكنجي هنا للقصرية وكنبرم بحال هكا. طريقة التقطيع لكم مطلق الحرية، إما تقطعوها بحال هكا من بعد ما تبرموهم كاملين كتشدوا المقص وكتقطعوهم هكا أشرطة اللي كتكون رقيقة، ما بغيتوش تقطعوا بالمقص وبغيتو تقطعوا بطريقة تقليدية كتنتفوها بحال هكا، ها هكا كتبقاو تقطعوا بيديكم وراه كيتقطع. صافي غادي تكملوا في الاخير غادي تبقاو تحللو في الاخر غادي تبقاو تحلوا بحال هكا حتى كتلقاو تحصلوا على هاد الاشرطه هادو. ودابا البنات وصلنا للمرحله الاخيره، هنا باش ما تمشي تحطوا الكميه كامله عاد تبداو تسقيو، دائما التحتاني كيبقى ناشف. اللهم البنات كنحطوا هنايا شويه غير شي شويه وكنرويه بحال هكا باش كلشي يجينا في الماكله ساهل، يجي فاسد كيف التحت كيف الفوق، كنظن راكم فهمتوني. صافي كندير هنايا شويه تنروي هذا ونعاود ندير طبقه هنا. هاد التريده البنات انا راه درته في الكسكاس شي شويه، رطبته في الكسكاس بوختو كما كنقولوا، ونعاود نحط هنا نسقي وهكذا. صافي هنا عاوتاني ندير احسن من اننا حتى كنحطو كلشي هذاك الدخلاني كيبقى دائما ناشف. وهنايا غنحط دوك الحميمات ديالي، ها هما طاب والبنات بحال هكا وصافي، وغنسقي تسقيه عاديه ها هما، نكب عليهم البلول سخون صافي وندور. هذه هي قصريتي البنات، كنتمنى يا ربي انكم ما تنساوش اختكم وبنتكم لايكاتكم، الله يجازيكم بخير، وكنتمنى يا ربي ان الفيديو يكون عجبكم. والبنات اللي تيطلبوني على التريد ها هو بطريقه عطيتها لكم سهله، ها هي هذيك الثومه شفتوا بقات شاده راسها، ها هي حتى العدس البنات ما تحلش لانني مقبيله وانا دايراها في الماء. صافي وهذيك البصيله ها هي حتى هي بقات ما دابتش، وهذه هي القصريه ديالي عاديه بلديه شعبيه، ما كاين لا بريستيج لا والو، اللي بغى يزينها بالبيض وبالتمر وداك الشيء تزين تيبقى اختياري هذوك الاضافات. هنايا الفيديو ديالنا غادي يسالي، مع السلامه.